ان شاء الله باذن الله حفل اوسكار جمعيه اللاعبين المحترفين ما هوش بدع، هو احنا في ايه او تحت سقف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين باختصار فيف برو اللي مكتوب قدام حضراتكم ده. هذا الاتحاد يضم 62 اتحاد في جميع انحاء العالم، كل اتحاد في دولته هو المسؤول عن اختيار افضل لاعب، اختيار افضل 11 لاعب في الدولة. زي ما حضراتكم شفتوا طريقة الاختيار مختلفة تماما، بعيدا عن النقاد وبعيدا عن المدربين، اللاعبين او اللاعبون هم الذين يتم اختيار زملائهم الفائزين. كل لاعب يملى استمارة زي ما شفتوا حضراتكم في الفيلم التسجيلي، يملى استمارة باسماء افضل لاعب في وجهة نظره لانه هو اللي بيحتك بيه وهو اللي عارفه، وافضل 10 لعيبه معاه في المراكز المختلفه، وبالتالي في النهايه بنجمع الاصوات وبندي اكثر، طبعا اكثر عدد اصوات هو اللي بيكسب. السنه دي ضفنا عليهم طبعا مع الاستماره افضل مدرب في مصر، الحقيقه يعني انا مش هقول لحضراتكم مين اللي فاز بافضل مدرب، لكن هو انا بعتز بيه جدا جدا وبحبه جدا لانه راجل جدا وعشت عمري وزميلي في الملاعب، يعني ربنا يوفقه زي ما كان لعيب جامد ان شاء الله يبقى مدرب جامد. الحقيقه هتكلم مع حضراتكم جمعيه اللاعبين المحترفين بتقييم النهارده تقييم كلنا واحنا صغيرين بنحب نستنى مين احسن لاعب في مصر ومين احسن منتخب مصر موجود في مصر ومين هيبقى احسن هداف ومين احسن حارس مرمى ومين احسن لاعب. كلنا نشأنا كل حد في حكايه كره القدم نستنى هذا التقييم، وكنا بنستنى زمان كنا اهلاويه وزملكاويه نقعد نقيس بعض بتاع لعيب الاهلي بقى احسن لعيب، لا لعيب الزمالك الحارس المرمى بتاعنا احسن لعيب. انا شايف الحقيقه ان هذا الاحتفال ليه نواحي ايجابيه كبيره جدا ممكن مش اي حد ياخد باله منها، لكن انا هقول لحضراتكم حاجات مهمه. هذا الاحتفال يديني شعور ان مصر ان شاء الله جايه بالطريق الصح، مصر ان شاء الله احسن اقوى مما كان، مصر ان شاء الله تجاوزت المحنه اللي عدتها في السنوات السابقه. احنا على بداية الطريق، هذا الاحتفال ليه معاني كبيرة. الرياضة بالنسبة لنا صحيح ان مين يكسب ومين يخسر، لكن في وجهات نظر أخرى كبيرة جدا مهمة جدا للرياضة. النهاردة في هذا الاحتفال وهذا التسويق الكبير للرياضة وهذا عالي موجودين، ده معناه فتح بيوت جديدة. اقتصاد جديد، فرص عمل جديدة بتبقى موجودة للشباب. الرياضة النهاردة أصبحت أحد الصناعات المهمة جدا في مصر لفتح بيوت ووجود فرص عمل شباب كتير جدا خريج جامعات مختلفة هيجد الصناعة بتاعته.